فقرتنا الأولى فقرة روحية طبعاً، بيسعدني استضيف معي سيدنا المترنشر المراد. صباح الخير صباح سيدنا. صباح الخير بلانش. حضرتك نائب البطريركي لأبرشية بيروت للسريان الكاثوليك، واليوم موجود معنا لنحكي بمناسبة عيد قلب يسوع، نتناول هيدا الموضوع يلي كل يوم فينا نحكي عنه من دون ملل. عنوان اللقاء اليوم سيدنا من قلب الله إلى قلب العالم، كتير حلو. اليوم هو عيد قلب يسوع، في قلب حياتنا تكمن الدعوة للقاء شخصي مع المسيح. إن قلب المسيح المنفتح والمثقوب هو بالنسبة لنا الطريق الذي يقودنا شيئا فشيئا إلى الدخول في سر حياته المعطاة مع كل ما يشكل حياتنا اليومية ومع أمال البشرية وآلامها. يقودنا هذا المسار إلى حركة توحد حياتنا بأكملها وتحولنا من أجل الرسالة. إن النظرة التأملية تلزمنا بالعيش على طريق يسوع من قلبه فقط. سنتعلم أن ننظر إلى العالم وأن نصغي بتواضع إلى ما يقوله لنا عن نفسه في الواقع والملموس، ويجعلنا متنبهين لإخوتنا. كتير حملتنا مسؤولية سيدنا بهالكلام. أكيد قلب يسوع يعني شغلة كبيرة، مش هيك؟ صح. يعني واليوم نهار الجمعة عيد قلب يسوع، هذا الشهر حزيران كله شهر قلب يسوع. قلب يسوع حلو. بتعرفي بلانش، الكنيسة من يعني بخلال مسيرتها الروحية كتير ركزت، والبابوات يعني تقريبا منبلش بليون الثالث عشر والبابا الحد عشر والبابا بيوس الحادي عشر والبيوس الثاني عشر، ركزوا كتير على قلب يسوع، وهن يلي أطلقوا هيدي المسيرة وهيدي الانتباه. أكيد ما أطلقوها هيك لحتى يعني هيك استروبيا مثل ما منقول، ولكن أطلقوها لحتى نركز أكثر على قلب يسوع المتألم. وهن استندوا بالأول على نصوص أكيد من الكتاب المقدس، يعني تعرف بالعهد القديم في كتير نصوص بتركز على القلب، كيف ربنا بحاكي قلب الإنسان وكيف ربنا بده قلب الإنسان. يا ابني أعطيني قلبك وأجعل قلبه يعني بحوله من الحجر لقلب طري مليان حب. ومن فيض القلب يتكلم اللسان، يعني في كتير آيات، ولكن أكثر شيء ارتكزوا على وقت يسوع قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم فأني وديع ومتواضع القلب. مش هيك نحن هلأ مسبحة قلب يسوع، يا يسوع الوديع والمتواضع القلب اجعل قلبي مثل قلبك. يعني هالعضو القلب سيدنا بالكتاب المقدس هو منبع شو الحب، منبع أكيد. العطاء منبع الحب. منبع الحب، وهذا الشيء بيّن وقت يسوع كان على الصليب، اجا وقت الجندي ضربه بالرمح نزل من جنبه يلي هي ميلة القلب، نزل مي ودم. المي اللي هي غسلت الكنيسة يلي هي مية المعمودية، والدم يلي هو على الصليب يلي دم المسيح يلي افتدى الكنيسة. مشان هيك البابا بيوس الحادي عشر والبيوس الثاني عشر بيقولوا بقلب يسوع منلاقي كل الإيمان المسيحي. شو هو كل الإيمان المسيحي؟ هلأ نحن منفكر أوقات أنه وقت أنا بحكي عن الإيمان المسيحي يعني في كلمات بدي أحفظها، في نصوص بدي أقريها ما بقدر أفهم. كل الإيمان المسيح هو الحب. يعني مش هيك نحن نؤمن أو لا نؤمن، يعني أنت بالإيمان ما في كتير تحلل، بدك تستعمل القلب. إيه بتستعمل القلب، وخاصة بدي ركز على فكرة الحب، لأن كل إيماننا هو مبني على الحب. يعني كل شيء إذا منفكر فيه بالصلاة بالقداس بالسجود بكل شيء أنا بشوفه في كلمة حب، لأن لو ما في حب ما تحس إنه القلب فاضي. مش هيك أوقات بتشوفي إنسان قاسي، شو بتقولي له؟ بتقولي له بلا قلب. ايه قلب. إذا واحد منه حنون أو منه ما بيعطف على الإنسان تقول لك هذا بلا قلب، أو شو قلبه قاسي. أو مثلا إذا بتشوف إنسان طيب شو بتقول؟ كله قلب. يعني لحظي هالقلب قديه بياخد معاني وبيلخص معاني، إن كان بالإنسان وإن كان بكاركتير الإنسان. فيسوع أخذ هيدا ال يعني استعمل القلب لحتى أول شيء يفرجيني قديش بحبني،
وهيدا هو اللي ركزوا عليه البابوات واللي ركزوا عليه اباء الكنيسه وقتها، ركزوا القلب يلي هو مليان محبه ومليان حنان ومليان رحمه. سيدنا لمين ما كان، لانه في لغط اليوم يعني حتى بالايه اللي احبوا اعدائكم كنفسكم، يعني قد ايه نحن قادرين نعمل هالشيء؟ يعني الحب هو غشيان، هو اوقات نحن نوصم بوصمه يعني انه المسيحيين بحبوا مكانه وبيقتلوا حالهم. هيدي ضد منطق العالم اكيد. يعني المشكله انا ان كان بالقلب يسوع او بالمحبه او بالايمان، اوقات بصير بدي استعمل المنطق وحلل، ما بتزبط. يعني المسيح هو اذا بدي حلل انا، اذا بدي حلل شخصيه المسيح وكيف تصرف بزمانه، قلت طب معقوله هالقد المسيح كان هيك ضعيف؟ نايف يعني. هن فكروا ضعيف، انه لقطوه، طعموا قتله، جلدوه، حملوا الصليب، بتمسخروا عليه، هو صامت، اكيد صار يقولوا يا عمي، اكيد بتعرفي مجتمع هنيك مجتمع صغير، يعني في لقلقه كثير، عرفتي؟ فهاللقلقه يعني انه معقوله اللي قوم لعازر من القبر، اللي عمل اللي شفى، اللي عمل عجايب، اللي طعمه 5000، انه هيك باهون سبب؟ هذا القلب، القلب عنده التحليل تبعه يلي العقل ما بيقدر يفهمه. ها؟ مشان هيك بيقولوا انه القلب عنده اسيريزوم، مش هيك؟ عنده حجج. عنده تفكيره ما بتعرف ليش. وما بتعرف ليش. فاذا يسوع استعمل القلب لانه اضعف عضو، اذا فينا نعتبره حساس اكثر عضو، وهو اساس الجسم كله. لاحظ الانسان شو ما كان بس يوقف قلبه خلص بيقشط. فاذا هالمسيح وقت انا قال لي انا وديع والمتواضع القلب، يعني شوفي قديش انا بقعد اتامل انه ليش المسيح قال لي متواضع وديع ومتواضع القلب، ما قال لي مثلا متواضع الفكر او متواضع النظر او متواضع ما بعرف شو. ليه ما استعمل غير اعضاء، استعمل القلب؟ لان القلب هو اساس الانسان، الحياه، وهو منبع الانسان، منبع الحب، منبع الايمان، منبع العاطفه، منبع الحياه. فاذا دي اول شغله وقت الانسان بيقلب على الارض بشوفوا اول شيء اذا قلبه بعده عم يدق او نبضه ماشي، لان كله بيلحق بعضه. من هون نحن اليوم بقلب يسوع بلاونش كثير مهمه، وقتها بنصلي لقلب يسوع ما بنصلي نحن العضله يلي هي القلب. بتعرف هلا الايقونات بفرجونا يسوع حامل قلبه وقلب عليه نار، والباباوات كمان كثير وقتها عملوا. هلا قديس البابا فرانسيس هلا بهالشهرين رح يطلع رساله كمان بابويه خصوصي عن قلب يسوع الاقدس، امبارح من كم يوم اعلن عنها ورح تصدر، لحتى يرجع يذكرنا بعباده هالقلب، باهميه هالقلب، بالتكريس لهالقلب، ونفس الوقت انه نعرف انه لان القلب بدل على الشخصيه، بدل على يسوع، هو جوهر الايمان. يعني انا وقتها بكون عم بقول قلب، مش معناتها عم بفصل القلب عن يسوع، مش ممكن، مش معناتها انه القلب هو شيء ويسوع هو شيء، لا، انا بحكي عن قلب، عم بحكي عن شخصية يسوع. مشان هيك هيدا القلب يلي طعن على الصليب وكب مي ودم، يلي منعيد له بعيد الرحمة الإلهية، مش هيك؟ صح. يلي يسوع طالع نورين، نور أبيض ونور أحمر، هيدا ان بيقولوا انه لخص الكنيسة وطهر الكنيسة، وطهر يعني هو مشروع الخلاص يلي من جنب يسوع على الصليب أعطينا الخلاص. شو هو الخلاص؟ أول شيء بالخلاص هو إنه المسيح حبني، صح، وأنا ما فيي أعمل شيء إلا ما حب. أول شيء حب الله وأن أحب الآخر. أنا كان سؤالي اليوم هيك بالتأمل الصبح، هل يا ترى نحن منعيد نحن بقلب يسوع ولا يسوع بقلبنا؟ حلو. يعني تعرفي هي علاقة روحة ورجعة، يعني فيس فيرسا، عرفتي؟ انه اكيد انا بقلب الله اكيد، واكيد هو بده يكون بقلبي. مشان هيك قال لي بالكتاب المقدس يا ابني اعطيني قلبك. يعني كثير مهم انا وقت افكر، ليك هيدي هي الصلاه. نحن للاسف اوقات بصلاتنا منكتر حكي، نقرا كتب وما بنخلي صلاه وين ما نقول. لاحظي هلا مثلا على جروبات الواتساب والهولي بصير يبعثوا لبعضهم، واحد بيجي صلاه بشوف مبلش من كلمه مثلا يا رب، من دون ما يقريها بيبعتها لكل الجروب، هذا الثاني بيجي بيبعتها. يعني اوقات ما بنعرف نحن كيف بدنا نصلي وشو بدنا نصلي. مشان هيك قلب يسوع اليوم هو فرصه لحتى انا اتامل برحمة الله
محبة الله، تضحية الله، يعني هي هي الصلاة، الصلاة هي فعل حب. صح. منا فعل كان أهون شيء تقري، أنا أهون شيء تعطيني كتاب بقري خلص مرسي بأورفار. بس أنا وقت أعيش الحب، أعيش فكر كيف ربنا حبني، كيف فداني، كيف خلصني، كيف أعطاني كل شيء، وأنا للأسف ما عم بقدر استفيد من. صح. هذا الشيء، عم يعني عم بصير إنسان مهمل، عم بصير إنسان ناكر جميل، ايه. إنسان مستهزئ، إنسان مستلشئ. ايه أنا عندي شيء كتير غالي قاعد هيك عم فرط فيها، يعني مشان هيك القلب اليوم لازم نتأمل. ايه. مشان هيك الباباوات البيدوز البابا بيوس الثاني عشر عمل فعل التعويض لقلب يسوع الأقدس، قال إنه قديش في ناس عم بتهين قلب يسوع، هي من نتيجة عم تهين يسوع، لأن أنا كل خطية بعملها هي إهانة ليسوع. كيف أنا بدي عوض؟ يعني طلب من كل الناس تعوض على كل الإهانات يلي ضد يسوع، على كل الخطايا. مثل أنت مثلا ابنك أو بنتك بيعملوا شغلة، بتروح عند الزلمة أو عند الهيدا بتقولي له أنا بعوض لك، يعني عنه. فالمسيح شو عمل؟ عوض عنا كلنا، يعني كل شيء أنا ارتكبته بالبشرية وكل شيء أنا باخده من 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 البشرية، يعني من آدم وحواء لهلا، إجا يسوع قال أنا رح أدفع الفاتورة. طب سيدنا شو الرابط بين قلب يسوع والقربان المقدس؟ ما فينا نفصل بين قلب يسوع والقربان، لأن القربان هو فعل حب والقلب هو فعل حب، الفداء يعني فداء. ولحظة بكل العجائب اللي صارت، تعرفي صار عجيب كتير مهمة وقت أحد اللي حكينا وقت عنا بعيد القربان، أنه عم يقدس الخورة شك أنه يكون هيدا الجسد جسد يسوع. فبيتحول لقطعة لحم. صح. دايما وقت يفحصوا لقطعة اللحم بيشوفوها شو هي عضلة، شو قلب، مش فخذ ولا إيد ولا أصبع، القلب. يعني دايما القربان عم بيكون عضلة من القلب، يعني بكل الظهورات اللي صارت عن القربان يلي تحولت لقطعة لحم أو نزل منها دم، بيشوفوا إنه هيدي شقفة من القلب، لأن القلب هو يلي يسوع عطاني قلبه على الصليب. شو معناتها عطاني قلبه؟ عطاني الحياة، كل شيء. مشان هيك بنرجع نقول نحن، أنت وقتها بتحبي ولادك بتقولي لابنك أنت قلبي. شو معناتها قلبي؟ يعني أنت كل شيء. صح. يعني أو بعطيك قلبي تكرم عينك، إنه قلبي لألك. يعني أوقات نحن بنستعمل كلمات يعني هي أتمن شيء، يعني استعملوها جدودنا لحتى يعطوا قيمة أكثر لهالشخص يلي أنت، إن كان ابنك أو أمك أو 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 جوزك أو إلى آخره. فإذا يسوع كمان عطاني قلبه، يعني قال لي أنا قد ما بحبك طلع قلبي من محله وراح لعندك. فنحن قلب يسوع طلع من قلبه إجا لعنا. مشان هيك بهذه البساطة وقتها منصلي بلانش، خاصة بشهر حزيران، بعرف كتير أشخاص بكرسوا بيصلوا وبيقروا يعني هيك عندهم قلب يسوع شغلة كتير كبيرة. لازم كلنا نتعود إنه وقتها منصلي نتذكر الرحمة، نتذكر المحبة، نتذكر التضحية، نتذكر قديش يسوع وديع، يتذكر قديش أنا دايما بغلط وبيضل يحبني. شوفي قديش، يعني احنا قديش بنحب البشر اللي بيغلطوا لنا، اخر شيء بتقولي له سوري خلص. حل عني بقى انه يعني شو بدي ضل. هذا كان السؤال، يعني يعني اليوم نحن وقت نقول لازم نحب الكل، لازم نحب هيك من دون ما نفكر. ايه ليكي الحب هو يعني كيف بدي اشرح لك اياها لتكون شغله بسيطه. اكيد هو الحب من الداخل، يعني دائما انا بفكر بشغله انه اذا انا انت غلطتي بحقي وانا بدي سامحك، بسامحك بس مش ضروري احكي معك. انتبه، لان انا شو وين الاساس؟ القلب، يعني مش أكرة. اساس ما يا ما في اشخاص بيحكوا معك بس بقلبهم شو بمرورك الشر. يمكن انا بجي بحكي معك وهاي وكيفك ونعمل اشياء حلوه، بتقولي لك ما ألذ هالانسان، بس انا بقلبي شو عم بتمنى لك الشر، عم بقول ان شاء الله هيدي بتفشل بشغلها، ان شاء الله ما بعرف شو، بس هي اذيه لنفسه. ايه. يعني ما بتطالني لا. ايه بس بلا، بس انا تجاهك شو قلبي عم بتمنى لك الشر. فاذا المغفره والحب هو حتى لو انا ما سلمت عليك
هيدي نحن ما بنقدر نفهمها. حتى انا لو ما سلمت عليك او سلمت عليك بطريقه كثير رسميه وقلبي نظيف نظيف تجاهك، بسامحك، بيصلي لك، بيتمنى لك الخير، ها هي المحبه. المحبه هون ما بين مش الوداعه والذكاء، يعني كمان المثل اللي عطيه، لان نحن بنفكر انه وقت يسوع وقت قالنا حبوا بعضكم او حبوا اعدائكم، مش معناتها انا روح كل يوم حط كاس انا وعدوي واقول له كاسك، هو عم بيروح عم بيقتل عم بيقتل اولاد ضيعتي مثلا، او عم بيقتل اهلي واقول له حط كاس يسوع، لا مش هيك. دائما بتنطلق من شو؟ من الداخل. يعني بده قلبنا يكون نظيف أكيد. حتى لو نحن حبينا اعدائنا او يعني سمحناهم، خليني اقول هيك، وما تمنينا لهم الشر، قلبي رح يضل نظيف. غير ما انه ضلني حاطه هالانسان براسي وعم بضمر له الشر. بالتاريخ في كثير امثله واوقات عم تصير، يعني اكيد بنشوفها على السوشيال ميديا ان كان بلبنان وان كان بالعالم، يعني في كثير اشخاص بينأذوا. مثلا انا هذاك النهار كنت عم بحضر هيك روبورتاج عن بالمحكمة، جلسة بالمحكمة والواقفين عم بيحاكموا واحد مجرم قتل ابنها لمدام، يعني ما بعرف شو الظروف، بس انه انبسطت، يعني هيك شفت قديش قوية هالإنسانة. قالت له انه شو ابنها قتل ابنها، يعني أكتر شيء شو تهجم عليه تقتله يعني أكتر شيء. ايه عم تقول بالقاضي قدام المحكمة، بتقول انه انا شخصيا سامحته، بس في العداله بتاخذ مجريها، بس انا مسامحته، انا بصلي يعني له حتى ربنا يعني ينور له عقله، يعني كانه نفس الحربه يلي خرقت وبهالمي نظفنا نفسنا، نفس المشهد هذا هو. يعني انا ما في تبهي، يعني الاذى وقع، الحرب صارت، القتل صار، بلا ما يضل هالقلب حامل هالضغينه، المي نظفت هالقلب. خليني اقول لك شغله، شو قيمه صلاتي انا هلا اذا انا هلا بشهر قلب يسوع عم صلي للقلب يلي هو رمز المحبه ورمز الطيبه ورمز كل شيء، انا كيف فيي صلي وانا بداخليتي بضمن لك الشر؟ ما لها قيمه صلاتي، مزبوط؟ صح. يعني ياما انا فكر فوت على القداس بسجد وبتناول وبصلي ومسبحتي بايدي، بس انا بقلبي في شر. انتبه هيدا ما، بس في ناس يعني قلقانين فيها سيدنا، يعني في عالم بتحاول تشيل الشر من قلبها ما بتقدر. قد ايه بدك المحاوله شغله كثير مهمه، في نيه، يعني دائما النيه نحاسب على نوايا، دائما النيه هي محاوله. يعني انا برجع بقول لك انا ماني سوبرمان، اوكي، انا مثلا مش معناتها اذا انا اول مره ما حاولت احكي معك او ما حاولت اغفر لك معناتها انا فشلت، لا. ما انا كمان مثل ما بدرب حالي بالسبور، مثل ما بدرب حالي على الطبخ، مثل ما بدرب حالي على المشي، بدي درب حالي على الايمان، يعني ما نقسى على نفسنا اكيد، مش عم يعني انه اذا فشلت منا مشكله، ثاني مره فشلت منا مشكله، ما في مسيره روحيه. يعني انا قديش بدي وقت، قديه بدي صلاه، قديه بدي التزام لحتى اوصل انه اغفر لك. ما نفكر انه هي سحر او عصا سحريه عملت هيك صار الزلمه قال له يا حبيبي بغفر لك، لا مش هالقد. يعني عرفتي اوقات بنلاقي صعبه، وانتبهي في كثير اشخاص كانوا قلبهم قاسي، في كثير اشخاص كانوا اشرار، ولكن نعمه ربنا بنرجع بنقول هالمي يلي عمدت ويلي نظفت وهالدم يلي قدس، صح، الانسان بيتحول، الانسان يعني ما بدي انا شك بعمه. هلا نحن خاصة بزمن العنصرة، أنا ما بدي شك بعمل الروح القدس، الروح القدس يفعل يجدد وجه الأرض، يعني بحل فينا، وقت بنقول نحن هلم أي روح القدس، يعني تعا حل فيي وغيرني وغير تفكيري وغير قلبي، هذه شغلة كثير مهمة. كمان في ربط مباشر مع قلب يسوع وسر الخلاص، أكيد. ليش؟ يعني هالقد القلب لازم يكون طاهر، هالقد هو اللي خلصنا، هو اللي على الصليب خلصنا. نرجع للكلمه الاساسيه بلانش، انه عمل الخلاص هو هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد من اجل خلاصنا. فاذا القلب هو الحب، وعمل الخلاص هو الحب، والمسيح قدم ذاته لانه بحبنا. هون مش هيك على الصليب، يعني توصل قمه الحب، اغفر لهم يا ابتاه. انتبهتي انه يعني حتى تيفرجيني انه انا، لان انا كانسان عاطفي عم بتطلع بالمسيح عم بيجلدوه ظلم
وعم بيقتلوه ظلم، شو بدي اخذ موقف انا؟ بدي اخذ موقف عدائي، اقول لك هذا ظلم، الزلمه ما عمل شيء، ليش عم بيعملوا فيه هيك؟ بس هو لحتى يشيل مني هالتفكير قال لهم اغفر لهم يا ابتاه، رجع مثل كان هيك وعيني قال لي معلش انا عارف شو عم بيصير بس انا بدي اغفر لهم لانه مش عم بيعرفوا شو عم بيعملوا، بس يوما ما رح يعرفوا شو عم بيعملوا. يعني تقبل اللطم والقتل باسم والصلب الحب. باسم الحب لان بس لانه مش لان هيك ونقطه، لان عارف في قيامه اكيد في اكيد في قيامه اكيد اكيد في قيامه، بس كمان ما تنسي يسوع كان عايش الصفه البشريه، كان انسان حق ايه. مع الصليب على بستان زيتون شو قال له؟ قال له يا رب ابعد عني هذا الكأس. كمان يعني في الضعف البشري، هذا الضعف البشري ما في اهرب منه يعني، والضعف البشري مش معناتها برجع بقول انه انا انسان فاشل، يعني مثل ما انت مثلا بتحزن بتبكي مش اذا بكيتي معناتها انت ضعيفة. لا انا بدي اعبر عن حزني، بدي اعبر عن ضعف البشري. المسيح مش معناتها وقتها ضربوه قال لهم اضربوا ما بتفرقوا معي ما بحس بشي، لا نزل دم وتألم، يعني في ألم حقيقي، في صلب حقيقي، في دم حقيقي نزل، مش انه يسوع شو فرقانه معه ما هو ابن الله ما بيتأثر. يعني الوعد بالخلاص سيدنا هو لقلنا حتى، يعني هو قادر يخلينا نتحمل الآلام على الأرض. هذا الرجاء، هذا الرجاء، هن المحبة والرجاء والإيمان والرجاء والمحبة. الرجاء هي سمى أولاده أبونا خوري هو سمى إيمان رجاء ومحبة وعظمهن، بقول مربولس وعظمهن المحبة، مش هيك؟ شو معناتها الرجاء؟ هلا أنا مثلا نحن على الأرض، أنت وقتها بتقولي أنا بتحمل الظلم وبتحمل التعب، بتحمل بهدف شو؟ ملكوت السماء، هذا هو رجائنا. معناتها انا بننسى، نحن بنتحملهم مفكرين بس كرمال نضايق لبكره بننسى. اذا انا بدي اتحمل لشيء مادي مش حزانه، انا عم بتحمل لشيء اهم، يعني انا هالفتره الزمنيه اللي بعيش على الارض يلي هي 50 60 70 100 سنه، اوكي هال 100 سنه ما لنا شيء قدام الابديه يلي هي ملايين الوف ما بعرف قد ايه، يعني اندفيني، عرفت شو؟ يعني تخيل انه انا عم ضحي بهالسنين يلي هن منن شيء. لاحظ امبارح كنا صغار، ليك هلا صرنا بس نطلع ونشوف، صرنا من الصغار اللي بنشوفهم صاروا كبار، ايه صاروا بعثوا لنا طاقة، ايه صاروا يعني صرنا نحن بدنا نرضاهم، بعثوا لي كبروا وصاروا يعني فجأة. تخيل انه الزمن كيف بيقطع بسرعة، وفي كثير اشخاص كنا بنعرفهم ما يعني صغار على ايامنا خت يروماتو شك؟ صح، انه يعني الزمن منه شيء، وهلا الصغير اللي بيشوفنا نحن بنسبق له ختياريه، بكره نحن كمان بقول حرام هيدا مات مثلا او هيدا، انه مثل ما هلا عم نقول نحن الاكبر منا حرام توفى، انه يعني يعني الحياه عم تمشي ايه، بس في شيء اهم. شو هو الاهم؟ ملكوت السماء. يعني مشان هيك بالايمان بلانش ما بدنا نعقد حياتنا وما بدنا نعقد ايماننا وما بدنا نعقد المسيح. اوقات نحن انا بشوف ناس عن جد بشفق عليهم انه قاعد عم يصلي راكي او مدري شو محمل 100 100 100 هم و100 شغله، وهي بكل بساطه بدها حب حياتي انا. هلا انا وقت بتعيشي انت لأنه بالمجتمع لانه نحن بنفتكر العذاب، يعني نحن بنفتكر ناخذ صوره يسوع اللي عم يتعذب على الصليب، نحن بنفتكر العذاب هو يلي رح يعطينا الملكوت، ولا مره فكرنا العذاب بيطهر. انتبهي بس ايه، بس ما فكرنا ولا مره انه الحب بسهوله أكيد. والعطاء بمحبه. شو اللي بخليك تتحمل العذاب؟ فيها تكون حياه سلسه وتورث ملكوت، بس شو اللي بخليك تتحمل العذاب؟ الحب، القلب. ما ليش القلب هو يلي بتشوفيه بالايقونات بفرجوه عليه شعله نار؟ النار هي اللي بتطهر، هو العذاب، والقلب هو رمز الحب. انا ما فيي يعني، انت وقت بتحبي عائلتك مزبوط، تحبي اولادك بتتحملي، يعني بتحرمي حالك كرمال اولادك مزبوط؟ طبعا. بتقولي انا بدي ضحي كرمال اولادي، بدي اشتغل زياده كرمال اولادي، اذا عندي اكل بفضل طعمي اولادي، انا يعني في حب. ونفس الشيء بشغلك، نفس الشيء بكل شيء بتعمليه، اذا ما في حب هالعمل ما بيتروحن. يعني حتى الانسان، المراه يلي عم تطبخ طبخه، اذا ما بتطبخها بحب تطلع مش طيب الطبخه. يعني في بيقول لك في نفس، في شو هو النفس؟ احد الاباء حتى يعني بمرحله معينه كنت عم بحكي معه قال لي حتى انت وعم بتنظف البيت، يعني انت وعم تشطف بلا ما تكرفت صلي وشوف كيف بتصير الامور، يعني هالقد دقيقه التفاصيل ربنا عايش. اوقات بتروحي مثلا على معرض او بتروحي على شغله
بتشوفي شغلة بتحبيها، يعني واحد بيكون هو عم يعمل شيء شغل عامل يدوي، شو وقتها بتشوفيها حلوة شو بتقولي؟ ليك عاملها بحب أو عاملها من كل قلبه. شو ما أنت من كل قلبه؟ يعني حط كل شيء فيه حب، صح، كل شيء فيه، ويسوع عملنا من كل قلبه، خلصنا من كل قلبه، حبنا من كل قلبه. اللي كنت عم تتفضل فيه بتحكي عن الاكل، وهيدا بروفن يعني بالساينس، وقتها بيفصلوا الاكل المطبوخه بحب، اللي كنت عم بتقول عنه عن نفس وشك، بتتذكر ترتين امك غير ترتين يمكن نفسها ترتين السوق، او انت اذا عم تلف عروس من قفا ايدك وما لك جلاده بتطلع غير طعمه. يعني قديش هالعلاقة بأي شيء بينبض بالحياة فيه ربنا بالدنيا. يعني شوفي من قلب يسوع قديش طلعنا بالحياة. يعني هون هيدي هي بالنتيجة الحياة، الصلاة. أكيد الصلاة هي تأمل، هي الاتحاد بيسوع، الصلاة هي أن نكون مع الله دائما. ولكن بحياة العملية، مش هيك وقتها تفضلت وقلتي لي شو العلاقة بين القلب والقربان؟ صح. القربان هو شو؟ أنا بسميه الزوادة يلي أنا بخدها وبروح على شغلي، بروح على حياتي، بروح على معركة الحياة. مين اللي بده يقويني؟ هي جسد يسوع يلي أنا بتناوله، وبقلبي جسد يسوع. شو في القلب يلي هو كله محبة. مشان هيك اليوم نحن أنا وقتها بكون بالقداس، إذا بس بقعد بتطلع بالقربان، بتطلع بالصليب الموجود بالكنيسة، أو بتطلع بأيقونة، لأن تعرفي هول الأيقونات الموجودين بالكنايس والصلبين، هول تيساعدوني أنا تصلي. لما أتطلع هيك بالفراغ عم بتطلع بشي كتير مهمة، فكر قديش يسوع حبني. أول شي تعطيني الخلاص، تاني شي تقدم لي ذاته، تاني شي تخلي إلى معنى حياتي. إلنا مرة نحن في كتير أشخاص عندهم كل شيء بالدنيا بس حياتهم فاضية. بتقولي أنا لو هيدا عندي مثله كنت وين بصير؟ فيه فراغ. بس بتشوفي إنه بقلك عنده كل شيء وبتحسي ما إلها معنى حياته. بتشوفيه بيشرب أو يمكن بيستعمل دروغ أو يمكن انتحر، أو بتقولي يا عمي أنا لو أكون محله أنا عندي كل هالتسهيلات وين كنا أنا؟ يعني بيكون عنا شيء قليل، صح، ومنكون مقلعين ونقول نشكر الله. كتير مهم اليوم ارجع انا عيد النظر بإيماني وبصلاتي. أكيد. صلاتي منا هي كمية كلمات، ومنا هي كمية كتب، ومنا هي كمية سجودات. الصلاة بتبلش هون، بعدين هوليك بصيروا تعبير. انا وقتها بركع عم بعبر، انا وقتها بسجد عم بعبر، انا وقتها بس هون. يا ما في اشخاص بتسجد بس قلبها أسود. على أمل كل اللي عم يحضرونا هيك تنبهوا بقلوبهم، سمعونا بقلوبهم. شكرا لك سيدنا، أهلا. نتمنى للكل عيد مبارك، وإن شاء الله هيك دايما وقتها منقول اجعل قلبي مثل قلبك، أنه بالفعل أنه كلنا نتحول للقلب يلي هو مليان حب ومليان محبة ومليان سلام. أمين. رح نروح مشاهدينا لفاصل ومنرجع لكم.